السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم دائما وأبدا في موقعكم في سوب، دائما في مساق المهارات الأساسية. ومع الوظيفة الأساسية الأخيرة الرقابة، وبعد أن تكلمنا على أهميتها ومستوياتها ودرجاتها وتطرقنا إلى أهم مواضيع التركيز في الرقابة بشكل عام، سنتكلم اليوم إن شاء الله عن خطوات عملية الرقابة. لكن قبل أن نتكلم على مراحل العملية الرقابية، يجب أن نعلم أن الأنظمة الرقابية مختلفة من مؤسسة إلى أخرى أو من منظمة إلى أخرى، وهذا راجع لاختلاف الأهداف والمقومات والتحديات والمواقف. فلا يمكن أن نقر بوجود نموذج نظامي رقابي مثالي يمكن استخدامه في جميع المجالات، لكن بشكل عام هناك خطوات أساسية تم الاتفاق على أنها محورية ويجب تنفيذ العملية الرقابية على أساسها. الخطوات المحورية الأساسية لأي عملية رقابية هي أربع خطوات: وضع معايير وطرق قياس الأداء، قياس الأداء، تحديد ما إذا كان الأداء يطابق المعيار، وأخيرا اتخاذ الإجراءات التصحيحية. وسنتطرق لكل واحدة منها على حدة، لكن قبل ذلك يجب دائما أن نحدد بعناية موضوع الرقابة، سواء كان عملية تشغيلية، خطة، مشروع أو مبادرة. وبعد ذلك نحدد الهدف من وجوده وما المشكلة التي يحلها، سواء لدى الزبون أو للعملية التشغيلية أو الخطة التطويرية. إذن قلنا تبدأ العملية بالهدف المراد للوصول إليه، وغالبا ما يتم تنفيذ هذا الجزء من عملية الرقابة خلال مرحلة التخطيط. وما إن يتم الوقوف على الغرض الرئيسي لموضوع الرقابة، نمر إلى وضع المعايير. من هنا تنطلق أول خطوة للعملية الرقابية، وهي وضع معايير، معايير ليتم قياس الأداء على أساسها. ولتحقيق هذا الغرض يجب الإجابة على سؤالين: الأول، ما هي أفضل وأنسب المعايير التي تبين بشكل واضح متى لا يتم تحقيق الهدف؟ المعايير التي يجب أن تقيس الانحراف عن تحقيق الأهداف، ويجب أن يكون الحصول على المعلومات المتعلقة بها ليس صعبا، ويكون ذلك بطريقة اقتصادية بأقل تكلفة. السؤال الثاني، إلى ماذا يجب أن تستند هذه المعايير؟ هل لجودة المنتج مثلا، أو فعالية تقديم الخدمة، أو كفاءة استخدام الموارد، أو العلاقة النسبية بين الكفاءة والفعالية والتي تتمثل في الإنتاجية؟ وفي الإجابة على هذين السؤالين نلتمس فن الإدارة، فن الإدارة والرقابة السليمة. فليس من السهل إيجاد قواعد محددة يمكن الاسترشاد بها عند اختيار مثل هذه النقاط الاستراتيجية للرقابة. يجب أن نعلم أن المعايير يجب أن تعكس طبيعة الأنشطة المحددة والضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة، وأن توضح أمور مهمة، منها أن توضح للموظفين ما تتوقعه منهم الإدارة، أن توضح لهم الكيفية التي سيتم من خلالها تقييم أعمالهم. وكذلك يجب وضع معايير تحدد المعوقات التي قد تعيق الموظف من تأدية الأعمال المنوطة به أن يؤديها على أكمل وجه، بمعنى يتم تحديد العجز الوظيفي، سواء المتعلق بالتدريب، الخبرة، نقص القدرات مثلا، ثم الكشف عن مدى الانحراف والعمل على تصحيحه قبل أن يتفاقم ويتعذر معالجته. وأخيرا يجب أن تحدد المعايير أي تعارض قد ينتج بين أهداف الموظفين وأهداف الإدارة، لأنه بوجود التعارض قد يؤدي ذلك للزيادة في الفاقد من المادة الخام. مثلا قد تطالب الإدارة الموظف بإنجاز عمل في وقت محدد وقصير، وحيث أن الموظف مضطر لإنجاز العمل المطلوب ولا يحق له أي وقت راحة، فقد لا يهتم بأخذ المطلوب فقط من المادة الخام. مثلا لو كان الموظف يستعمل قطع جلدية لصناعة أحذية، فنظرا لضيق الوقت قد يبادر دائما لاستعمال قطع جديدة بدلا من محاولة استخدام بقايا القطع السابقة واستهلاك الوقت في أخذ المقاسات ومقارنتها مع التصميمات المطلوبة.
وكذلك قد يؤدي التعارض في الأهداف بين الموظفين والإدارة إلى ازدياد عطل الآلات والازدياد في حوادث العمل، ولربما قد تظهر سرقات أيضا وغيرها. عامة الأساليب الإدارية في تنفيذ المعايير بغض النظر عما إذا كانت المؤسسات تركز على رقابة المدخلات أو الإنتاج أو المخرجات، يجب الأخذ في الاعتبار أحد الخيارات الثلاث في الأساليب المختلفة للرقابة، وهذا عند وضع المعايير، حيث هناك ثلاث طرق للرقابة فيما يتعلق بالآليات التي يستخدمها المديرون لتنفيذ الرقابة: رقابة السوق، رقابة بيروقراطية، ورقابة الجماعة. فيجب أن نعرف أي أسلوب سيتم نهجه. بالنسبة لرقابة السوق فتتضمن استخدام المنافسة في الأسعار لتقييم الإنتاج، حيث يقارن المديرون الأرباح والأسعار لتحديد كفاءة مؤسستهم. وبالطبع من أجل استخدام الرقابة في السوق يجب أن يكون هناك مستوى معقول من المنافسة في سوق العمل أو الخدمات، ويجب أن يكون من الممكن تحديد المتطلبات بوضوح. ثم هناك رقابة بيروقراطية. الرقابة البيروقراطية هي استخدام القواعد والسياسات والتسلسل الهرمي للسلطة والأدلة والمستندات الموثقة وأنظمة المكافآت والآليات الرسمية الأخرى التي تستعمل للتأثير على سلوك الموظف وتقييم الأداء. فهذا الأسلوب يستخدم في الإدارة التي تعتمد بشكل كبير على التوثيق الصارم وإعداد التقارير والمراقبة وقياس فعالية الموظف، لكن هذا الأسلوب يحتاج لتخصيص أشخاص وظيفتهم الوحيدة هي الحفاظ على النظام وجمع المعلومات وإعداد ملخصات للتقارير والتخطيط الرسمي على مستويات مختلفة من التنظيم. وغالبا ما يتطلب أنظمة معلومات وبرامج كمبيوتر باهظة الثمن للعمل بفعالية. وهذا الأسلوب من الرقابة يوضح المسؤوليات، لكن عيبه الرئيسي هو التكلفة العالية وكذلك انخفاض الابتكار والإبداع، لأن دائما الرقابة الصارمة تقلل من خلق جو الإبداع والابتكار في المؤسسة. وأخيرا أسلوب رقابة الجماعة، بمعنى أن الجميع يراقب. ويتطلب استخدام هذا الأسلوب والذي يسمى أيضا رقابة العشيرة وجود الثقة بين الموظفين والحاجة إلى الحد الأدنى من التوجيهات والمعايير، حيث يفترض أن يعمل الموظفون بشكل جيد وهم أنفسهم يشاركون في وضع المعايير وتصميم أنظمة الرقابة. هنا المنظمة تعمل كعائلة أكثر من كونها شركة أو عدد شركات، حيث يتم النظر على أن الإدارة العليا هم مرشدين فقط وليسوا مسؤولين. فهناك اعتماد عكس الرقابة البيروقراطية على القيم والمعتقدات وثقافة الشركة والمعايير المشتركة والعلاقات غير الرسمية لتنظيم سلوكيات الموظفين وتسهيل الوصول إلى الأهداف التنظيمية. إذن قبل أن نضع المعايير يجب أن نعرف أي رقابة سننهج. بالطبع يرجع ذلك لطبيعة المنظمة، فيجب أن يتم وضع معايير أداء تعبر عن نقاط محددة في برنامج تخطيط كامل يتم فيه قياس الأداء، بحيث يمكن للمديرين تلقي إشارات حول كيف يسير الأمور دون أن يتعين عليهم حضور كل خطوة في تنفيذ الخطط. وقبل أن نمر من مرحلة وضع المعايير وطرق قياس الأداء، أتمنى أن نوضح أمرا قد يلتبس عند البعض، وهو عملية التفريق بين المعايير والضوابط الداخلية في العملية الرقابية. فالمعايير قد شرحناها وحددنا الأسئلة التي يجب الإجابة عليها لوضع معايير، كذلك شرحنا ماذا يجب أن توضح بالنسبة للموظفين وكيف يجب أن تحدد معوقات أدية العمل وأن تلغي أي تعارض يمكن أن يكون بين الموظف والإدارة، وكذلك قلنا يجب أن تأخذ في الاعتبار أسلوب الرقابة الذي سيتم نهجه، وعلى أساس ذلك يتم وضع معايير. أما بالنسبة للضوابط فهي مختلفة عن المعايير، فهي عبارة عن سياسات وإجراءات أو ضمانات تقنية يجب تنفيذها لمنع المشاكل وحماية أصول المنظمة.
ومفيدة جدا في العملية الرقابية في الإدارة، التي اتفقنا على أنها عملية تأكد من أن الأنشطة الفعلية على أرض الواقع تتوافق مع الأنشطة المخطط لها. فإن كانت المعايير توضع ليتم قياس الأداء عن طريقها، فالضوابط الداخلية توضع لتجنب أو تقليل خسارة المنظمة، لأن أي منظمة قد تخضع لتهديدات، تهديدات يمكن أن تحدث أثرا سلبيا عليها أو قد تؤدي إلى فقدان الأصول، سواء كان ذلك ناتجا عن الأخطاء، أخطاء بريئة ولكن مكلفة، أو لربما يكون ناتجا عن التلاعب والاحتيال. فالأمر مسلم به أن في كل عمل تجاري توجد مخاطر بغض النظر عن السبب، سبب حدوث ذلك. وهناك ثلاث أنواع رئيسية من الضوابط: ضوابط التحري والضوابط الوقائية والتصحيحية. ضوابط التحري الداخلية هي تلك الضوابط التي يتم استخدامها بعد وقوع حدث، تكون الضوابط في إجراءات تجميع كل الأمور ذات العلاقة مع ما حدث، وتطرح الأسئلة التالية: ما سبب وقوع الحدث؟ وما هي العملية الفاشلة التي سمحت بحدوثه؟ هل هناك سياسة يمكن تنفيذها لمنع تكرار الحدث في المستقبل؟ هذه ثلاث الأسئلة غالبا هي ما تطرح في عملية ضوابط التحري الداخلية. ومثال على الضوابط التي يمكن تسخيرها هنا هي المراجعة الإدارية، مثلا المراجعة الإدارية الداخلية والتقارير والبيانات المالية وعملية جر المخزون المادية كذلك مثلا وغيره. أما عن الضوابط الداخلية الوقائية، هي تلك الضوابط الموضوعة لتجنب وقوع حدث سلبي. على سبيل المثال، عند إدخال معلومات إلكترونية في أي تطبيق أو برنامج للعمل، تكون هناك ضوابط لتجنب إدخال بيانات غير صحيحة أو تقليلها، كأن تكون الخانة لا تقبل الأرقام بل الحروف فقط، أو أن يتم التنبيه وعدم قبول العملية عند ترك أي خانة فارغة. ومن الضوابط كذلك المستعملة وكثيرا إصدار الشيكات، فهي تعيين شخص لكتابة الشيكات وموظف آخر للإذن بالدفع، كما قد تكون المراقبة بالفيديو أو وضع حراس أمن عند نقاط الدخول للتحقق من بيانات المخول لهم بالدخول أو الخروج وتقييد الوصول. وبشأن الضوابط الداخلية التصحيحية، عادة هي تلك الضوابط الموضوعة بعد اكتشاف مشكلة. يمكن أن تشمل هذه الضوابط الإجراءات التأديبية وإعداد تقارير وسياسات جديدة تحظر الممارسات غير المرغوب فيها. فقط للإشارة، وكلنا يعلم سواء ضوابط تحري أو وقائية أو تصحيحية، فلسوء الحظ هي أنشطة وإجراءات غير مثالية، سيتم دائما اكتشاف أخطاء ومشاكل، لكن الضوابط تخفف من هذه المشاكل. يرتكب الناس أخطاء وغالبا ما يجدون نقاط ضعف في إجراءات المراقبة، سواء عن طريق الصدفة أو عن قصد متعمد. فمن المهم وضع ذلك في الاعتبار عند التفكير في الضوابط الداخلية، ويجب أن تكون المراجعة والتحليل عملية مستمرة للضوابط الداخلية. وعند حدوث مشكلة يجب توثيقها ومراجعتها من قبل أولئك الذين يمكنهم اتخاذ الإجراءات التصحيحية ثم تحسين النظام. بعد تحديد معايير الأداء، يأتي دور قياس الأداء من أجل اتخاذ الخطوات التصحيحية إذا لزم الأمر. يمكن أن يكون المعيار مثلا في تجارة إلكترونية هو تقليل نسبة إرجاع المنتجات المطلوبة عبر الإنترنت بما يعادل 15% خلال سنة، اعتبارا من تاريخ وضع المعيار بالطبع. والمعادلة هي معدل المرتجعات تساوي الوحدات المرتجعة قسمة الوحدات المباعة ضرب 100. وهذا مؤشر أداء بسيط وحيوي لقياس الأداء، فمعدل المرتجعات يفعل بالضبط ما يبدو عليه، يقيس عدد المرات التي يتم فيها إرجاع المنتجات من قبل العملاء. ويجب العلم أن المرتجعات من المنتجات أمر لا مفر منه في أعمال التجارة الإلكترونية، ووفقا للدراسات في المجال يتم إرجاع 30% على الأقل من المنتجات المطلوبة عبر الإنترنت، وهذا الرقم قد يزيد أو ينقص وفقا لمدى تحقيق رضا العملاء وتحسين الخدمات المقدمة.
قلنا المعيار هو تقليل المرجعات بنسبة 15% خلال سنة، وهذا يعني أن التحسين في جودة توفير المنتجات وتطوير عملية الخدمات المقدمة وتحقيق مستويات أعلى من رضا العملاء وما يتعلق بذلك يجب أن يكون على مدار العام. وهنا يأتي دور قياس الأداء، والذي يجب أن يتم بشكل دوري ويجيب على السؤال: هل هناك إشارات بأن هذه النسبة تقل تدريجيا لتصل إلى 15% عند نهاية السنة أو قبلها، أو لربما هناك انحراف سلبي يعكس بشكل واضح عدم الوصول إلى الهدف نهاية السنة؟ هنا يتضح لنا أن قياس الأداء أيضا خطوة يجب التخطيط لها خلال المرحلة الأولى من عملية الإدارة التخطيط، ويجب تحديد كيف سيتم متابعة الخطة بمجرد أن تبدأ. الخطوة الثالثة تعني ببساطة مقارنة الأداء الفعلي بالمعيار. هل الأداء يوافق المعيار؟ لنفترض مثلا أنه في المثال السابق تقليل نسبة إرجاع المنتجات بنسبة 15% خلال السنة، أنه بعد مرور 6 أشهر قام مدير المبيعات بالتحقق من التقدم نحو الهدف، ولاحظ أن التقدم بطيء جدا، 2% فقط تم تحقيقها، بما يعكس أن التقدم ليس على مستوى المعيار. ولذلك يكون من الضروري إجراء تعديل واتخاذ إجراءات تصحيحية وإعادة تقييم المعيار، ويمكن أن ينطوي الإجراء التصحيحي على تغيير في واحد أو أكثر من أنشطة عمليات المنظمة أو تعديل ظروف العمل، ويمكن أيضا أن يتضمن الإجراء التصحيحي تغييرا في المعايير الأصلية بدلا من تغيير في الأداء، أو ربما تحسين طرق اختيار العمال وطرق تدريبهم وتوجيههم، ويمكن أن تكون الحاجة لتحسين وسائل التحفيز، ويمكن تعديل الخطط عند الحاجة. لكن أهم نقطة هنا أن يتم التفرقة بين الأسباب والظواهر قبل اتخاذ أي إجراء تصحيحي، فالمطلوب معالجة أسباب المرض الجذرية وليس العرضية. مثلا إذا شعر أحد أفراد العائلة بارتفاع حرارة فلا يجب أن نعالج العرض بكمامات تبريد، بل يجب أن نبحث عن الأسباب ونرى إن كانت هناك حاجة لذوها، وهذا ينطبق على إجراءات التصحيحية. أما في الحالة الأخرى قد يلاحظ أنه تم إحراز تقدم جدي نحو الهدف مثلا 10%، في هذه الحالة لا تكون هناك حاجة لإجراء تعديلات، كل شيء يبدو تحت السيطرة ولقد كان أداء فريق المبيعات ممتازا ولا يتعين على المدير التدخل في العملية. لكن هنا من المفترض أن يقرر المدير أن الفريق يمكنه التمتع باستراحة ويقرر اصطحابهم جميعا في نزهة أو وجبة عشاء للاحتفال بهذا الإنجاز نحو الهدف. هذه الاستراحة العاطفية مهمة جدا، تدفع الفريق على الاستمرار في العطاء. إلى هنا نكون قد انتهينا من الخطوات الأساسية للرقابة، وتجدر الإشارة إلى أنه ما لم يتابع المدير عملية الرقابة حتى نهايتها فإنه يراقب الأداء فقط بدلا من ممارسة الرقابة، ودائما يجب أن يكون التركيز على ابتكار طرق بناءة للارتقاء بالأداء إلى مستوى معياري بدلا من مجرد تحديد فشل سابق. وإن شاء الله في الفيديو القادم سيتمحور الموضوع حول المبادئ الأساسية للعملية الرقابية، وسنتطرق لمبادئ مهمة جدا يجب مراعاتها لضمان عملية رقابية محكمة. وعلى أمل لقائكم في الفيديو القادم إن شاء الله. نستودعكم الله ودمتم بخير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.